السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالباتي. تحدثنا بالفيديو السابق عن العمليات التي سوف تطبق على الأعداد التابعة للنظام الثنائي وبدأنا بعملية الجمع. واليوم في هذا الفيديو سوف نتحدث عن العملية الثانية من هذه العمليات وهي عملية الطرح. ولكن قبل البدء بعملية الطرح علينا أن نتطرق لمجموعة من الملاحظات المهمة. الملاحظة الأولى: تنفذ عملية الطرح على الأعداد الثنائية الصحيحة الموجبة فقط. الملاحظة الثانية: تبدأ عملية الطرح دائما من جهة اليمين. الملاحظة الثالثة: قبل البدء بعملية الطرح للأعداد في النظام الثنائي عليك أن تتأكد من أن عدد المنازل للعددين متساوية كما قلنا في عملية الجمع، وإذا لم تكن متساوية أضف أصفارا إلى يسار العدد المنازل الأقل حتى يتساوى عدد منازل العددين. الملاحظة الرابعة: يكون العدد المطروح أقل من العدد المطروح منه، وسوف نوضح هذه الملاحظة في أثناء تطرقنا للأمثلة التابعة لهذا القسم. عند البدء بحل مثل هذه المسائل يفضل أن يتم استخدام طريقة الطرح العمودية أو الرأسية أو الطولية. الملاحظة السادسة: يمكنك التأكد من الحل وذلك بتحويل الأعداد إلى النظام العشري كما تحدثنا سابقا في عملية الجمع وإجراء العملية الحسابية ثم مقارنة النتائج. عند تنفيذ عملية الطرح في النظام الثنائي علينا ملاحظة ما يلي: 0 ناقص 0 يعطيني الناتج 0، 1 ناقص 1 يعطيني الناتج 0، 1 ناقص 0 يعطيني الناتج 1. 0 ناقص 1 هنا لا يجوز، فهنا نتعامل كما نتعامل في الأعداد العشرية، نستلف 1 من الخانة المجاورة. فعند تطبيق عملية الطرح تكون بشكل عمودي. لدينا هنا العدد الثنائي الأول وهو 0 1 ناقص العدد الثنائي الثاني وهو 1 0. عند تطبيق هذه العملية نقول 0 ناقص 1 لا يجوز، لذلك نريد أن نستعير قيمة 1 من الخانة المجاورة. فعند أخذنا قيمة الواحد من الخانة المجاورة يصبح فيها العدد 0 وينتقل هذا الواحد بجانب الصفر الموجود لدينا بالخانة الأولى، فيصبح الناتج لدينا 10. وكما وضحنا سابقا العدد 10 في النظام الثنائي يعني العدد 2، أي كأننا نقول هنا 2 ناقص 1 فالنتيجة تعطينا 1، لأن العدد 10 هو تابع للنظام الثنائي وهو يكافئ العدد 2 بالنظام العشري. فتكون النتيجة لدينا 10 ناقص 1 1 وصفر ناقص صفر صفر، فالنتيجة لدينا هي 1 0. لدينا المثال التالي: اطرح العدد الأول التابع للنظام الثنائي من العدد الثاني التابع أيضا للنظام الثنائي. وهنا بالبداية نرتب العددين بشكل عمودي، والعدد الثاني التالي هذا الذي باللون الأزرق هو العدد الأول وسوف يكون بالأعلى لتتم عملية الطرح. كيف عرفت ذلك؟ من السؤال: اطرح العدد هذا الأول من العدد الثاني، فنستنتج بأن العدد الثاني هو الذي سوف يتم وضعه بالأعلى، فنقوم بترتيب العددين كما هو موضح أمامكم ثم نقوم بعملية الطرح. نقول 0 ناقص 0 الناتج 0، 1 ناقص 0 الناتج 1، 0 ناقص 1 لا يجوز، نقوم بالاستيلاف العدد 1 من الخانة المجاورة، وهنا عند عملية الاستيلاف يصبح الناتج لدينا 0، ونأخذ هذا الواحد الذي كان لدينا في هذه المنزلة ونضعه في المنزلة السابقة.
كانت هنا 0 ناقص 1، الآن أصبحت 10 ناقص 1، وقلنا 10 تعني 2 بالنظام العشري، فنقول 10 ناقص 1 أي 1، كأننا نقول 2 ناقص 1 فالنتيجة 1. الآن ننتقل للمنزلة المجاورة وهي 0 ناقص 0 فالنتيجة لدينا 0. بعدها نقول 0 ناقص 1 أيضا لا يجوز، نريد أن نستلف 1 من الخانة المجاورة، ولكن كما ترون هنا الخانة المجاورة أيضا 0، فلذلك نذهب للخانة التي تليها وهنا لدينا 1، فنأخذ هذا 1 ونضيفه للمنزلة السابقة لدينا هنا، وبعدها نأخذ من هذه المنزلة 1 ونضيفه لهذه الخانة، وتكون هذه العملية كما هو موضح أمامكم. فعند قولنا 0 ناقص 1 لا يجوز، نذهب للخانة التي تليها أيضا لديها 0، ثم نذهب للخانة التي تليها لديها العدد 1 نأخذه، فتصبح المنزلة 0 فيها. تم إضافة العدد 1 الموجود في آخر منزلة للخانة السابقة، فأصبحت هنا لدينا 10، فإذا هنا نأخذ من هذا العدد 10 1 ليتم إضافته إلى هذه الخانة لنستطيع عملية الطرح. فتمت هذه العملية كما هو موضح أمامكم، أخذنا من العدد 10 1 وتم إضافته لهذه الخانة، فأصبح لدينا 10 ناقص 1، الجواب هنا 1، لأننا كما تكلمنا سابقا وقلنا العدد 10 هنا تعني 2، كأننا نقول 2 ناقص 1 الجواب 1. وعند أخذنا من هذه الخانة 10 1 بقي لدينا هنا 1، فنقول 1 ناقص 1 تعني 0، فهي هنا كانت 10 أي 2، أخذنا منها 1 تم إضافته لهذه المنزلة وبقي 1 لهذه المنزلة، فنقول 1 ناقص 1 النتيجة 0. وآخر منزلة لدينا 0 ناقص 0 النتيجة لدينا 0، فنجد بأن هذا هو الناتج التابع لعملية الطرح لهذين العددين التابعين للنظام الثنائي. الآن إذا أردنا التحقق من هذه العملية نقوم بتحويل العدد الأول للنظام العشري والعدد الثاني للنظام العشري، لأننا نريد التعرف على أن الناتجين بالعمليتين سواء كانت بالنظام الثنائي أو بالنظام العشري يكون الناتج نفسه بكلا العمليتين. هنا في البداية أخذنا العدد الأول وقمنا بكتابة الأوزان للمسطرة التابعة للنظام الثنائي، وعدد هذه الأوزان كان مساوي لعدد المنازل التابعة لهذا العدد الأول التابع للنظام الثنائي. ثم بعد ذلك قمنا بعملية جمع الأعداد التي تحتها العدد 1 واستثناء الأعداد التي تحتها العدد 0، فكان الناتج لدينا 2 زائد 8 زائد 64 يساوي 74. بعد ذلك أخذنا نفس المسطرة ورتبنا تحتها العدد الثاني التابع للنظام الثنائي، وأيضا قمنا بعملية جمع الأعداد التي تحتها 1 واستثناء الأعداد التي تحتها الرقم 0، فكان الناتج لدينا 32 زائد 16 زائد 4 والنتيجة كانت هنا 52. بعد إيجاد قيمة هذين العددين التابعين للنظام الثنائي بالنظام العشري قمنا بعملية الطرح ما بين العدد 74 ناقص 52 وكانت النتيجة 22. ونأخذ أيضا هنا نفس المسطرة السابقة من العدد 1 إلى العدد 64، فنضع 1 تحت الأعداد التي قمنا بجمعها وصفر تحت الأعداد التي لم نقم بجمعها، فنجد أن الناتج بهذه العملية هو نفس الناتج للعملية السابقة بالنظام الثنائي. لدينا المثال الثاني، جد قيمة R في المعادلة التالية لعددين تابعين للنظام الثنائي. الحل: نرتب العددين بشكل عمودي لتتم عملية الطرح، وهنا لم يوضح بالسؤال
من هو العدد الذي سوف يكون في الأعلى؟ لكن من عدد المنازل أستطيع أن أعرف، لأن العدد الأول هو الذي يتكون من عدد المنازل الأكثر، فنقوم بكتابة هذا العدد في الأعلى والعدد الثاني باللون الأزرق تحته. وعند كتابة العددين بشكل عمودي نستنتج بأن العدد الثاني الموجود في الأسفل ينقصه خانة واحدة لتتساوى عدد منازله بالعدد الأول، ونحن نقوم بإضافة هنا صفر على يسار هذا العدد لتتساوى هذه المنازل بين هذين العددين قبل عملية الطرح. الآن نبدأ بعملية الطرح. صفر ناقص واحد لا يجوز، نستلف واحد من الخانة المجاورة وتصبح صفر، ونأخذ هذا الواحد ونضيفه لهذه الخانة فيصبح لدينا 10 ناقص واحد، الجواب هنا واحد. لماذا؟ لأن 10 تعني 2 بالنظام العشري، كأنني أقول 2 ناقص واحد فالنتيجة واحد. الآن الخانة الثانية أصبح فيها صفر، صفر ناقص صفر فالنتيجة صفر. الخانة الثالثة صفر ناقص صفر، النتيجة أيضا هنا صفر. ننتقل للخانة التي يليها، صفر ناقص واحد أيضا لا يجوز، ماذا نفعل؟ نقوم بعملية الاستيلاف واحد من هذه الخانة، فتصبح كما هو ظاهر أمامكم هنا النتيجة صفر، وهذا الواحد تم إضافته لهذه المنزلة، فنقول 10 ناقص واحد النتيجة واحد، وبعدها نقول صفر ناقص واحد لا يجوز. أيضا نستلف من الخانة المجاورة لها قيمة واحد ونضيفه لهذه الخانة فيصبح الناتج كما هو موضح أمامكم. قمنا باستيلاف العدد واحد من هذه الخانة فأصبحت صفر، وتم وضع العدد واحد الذي قمنا باستيلافه من هذه الخانة إلى هذه الخانة السابقة، فيكون الناتج لدينا 10 ناقص واحد، الجواب واحد. ثم نجد قيمة آخر خانة لدينا في هذا العدد وهي صفر ناقص صفر، والجواب هنا صفر. فإذا قيمة R تساوي 1 0 0 1 1 0 بالنظام الثنائي. وإذا أردنا عملية التحقق لهذه العملية، نقوم بتحويل العدد الأول التابع للنظام الثنائي إلى النظام العشري، وبعدها نقوم بعملية أيضا تحويل العدد الثاني التابع للنظام الثنائي أيضا نحوله للنظام العشري، فتكون النتيجة لدينا 50 للعدد الأول و25 للعدد الثاني، فنقول 0 ناقص 5 لا يجوز. نستلف من الخانة المجاورة فيكون لدينا 10 ناقص 5 الجواب 5، و4 ناقص 2 الجواب هنا لدينا 2. وعند تحويل هذا الناتج للنظام الثنائي نجد بأن قيمته بالنظام الثنائي تساوي 1 0 0 1 1 0، نفس العدد الذي ظهر لدينا هنا في عملية الطرح لهذين العددين بالنظام الثنائي. طلابي وطالباتي، أرجو منكم حل هذه الأسئلة الواردة بنهاية هذا الفيديو، وهي تتكون من فرعين. الفرع الأول اطرح العدد الثنائي الأول من العدد الثنائي الثاني التابع للنظام الثنائي. الفرع الثاني اطرح العدد العشري 30 من العدد العشري 64، ولاحظوا أن هذين العددين تابعين للنظام العشري. طلابي وطالباتي، قمنا بعملية التوضيح لعملية الطرح، وهي العملية الثانية التابعة للعمليات التي سوف نقوم بتنفيذها على الأعداد التابعة للنظام الثنائي. أشكر لكم حسن استماعكم لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.